أخواتي وإخواني، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. مرحبا، كيفكم؟ كيف الصحة؟ ماشي الحال؟ نحن عملنا بالماضي فيديو موجود على القناة لأكلة لاسانيا باللغة الألمانية، وفي مشاهد نحن منعزه كتير ومنحبه كتير ومنحترمه كتير، طلب مننا أنه نحن نحط هالفيديو هيدا باللغة العربية. فنحن كان عندنا بالماضي مشكلة ما كان فينا نحطه لهيدا الفيديو، قلنا له نحن بعد مدة رح نحطه، بس نحن رح نوفي وعدنا له ونحط هيدا الفيديو باللغة العربية، أكلة اللاسانيا الإيطالية، على طريقة كتير 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 سهلة. هاتين نبلش فيها على بركة الله. أكلة اللاسانيا عندنا هون خضروات مشكلة، بنحطهم هون بالمقلة. اول شي بدون زيت بدون شي، هدول نحنا اشتريناهم هون مجمدين. فيكن تحطوا انتو الخضروات اللي انتو بدكم اياها، بنحط فوقهم شوية زيت زيتون، لاسانيا هي اكلة ورق المعكرونة مع الخضرة او مع السبانخ او هاللي انتو بدكم اياها، هن بيكونوا هدول هيك. نحن مشتريهم هدول خالصين، ورق المعكرونة بيكونوا بهالشكل هيدا. انا عندنا هون ورق المعكرونة مع السبانخ، هدول مشان هيك لونهم اخضر مع السبانخ. نبلش نعملها، شايفين حطينا اول شي الخضروات هون. نحن عندنا هون زبدة بنحطها هون زبدة، بنحركهم. نحنا هيدي اللاسانيا عم نعملها على طريقة كتير سهلة، هي اصلا خصوصا بس الواحد يعمل اللاسانيا بده يعملها البشاميل صوص. بحط ورق المعكرونة، بحط فوقهم الخضروات او السبانخ اللي الانسان بحبها، بحط فوقهم الصوص البشاميل. نحنا رح نعملهم كتير طريقة جديدة كتير كتير سهلة، بتكون كتير ناجحة 100% حتى تشوفوها. نحنا قلينا احنا هون اسا بنحط لهم ثوم مطحون، فيكم تحطوا انتو الثوم اللي بدكم اياه. نحن عندنا هون ثوم باودر كمان كتير جيد، نحط لهم بهار اسود، اما احنا هون كزبرة مطحونة، نحط لهم كزبرة. نحنا عنا بهارات راس الحنوت، نحنا هنعملها الأكل هيدي إيطالية عربية ألمانية كلها مشكلة مع بعض. نحط لهم هون نحنا ملح، رح نحركهم. رائحة ونكهة، رائحة كتير كتير جميلة جميلة كتير حلوة. إذا بنحط فوقهم 3 معالق طحين، ملعقة، 2، 3. البشاميل هي بيعملوها من الزبدة والحليب والملح، بخلطوهم كلياتهم مع بعض. نحن هون إسا بنحرك هالطحين مع الخضروات. فالطحين بنقليه شوي معهم. فنحن بنحط هون مطحون جوزة الطيب شوي، نحطهم هون، هيدي بتعطيها كمان نكهة كتير جميلة. بس رح نحط نحنا هيدي فلفل احمر مش حار، يعني بابريكا، شوية بابريكا فوقهم. رح نحركهم نقليهم شوي. بس نحنا علينا الطحين معهم حتى تروح طعمة الطحين، مش
مشان هيك نحن قليناهم. إذا نحن بنحط فوقهم عنا هون نحن حليب بنحطه هون حليب. شايفين شو صار؟ هدول رح يتمسكوا مع بعض. حليب رح يخلي خضروات بالحليب يتمسكوا مع بعض. وهيك بهالطريقة هاي اللي نحن اللي عملناها وفرنا شغل انه نعمل البشاميل لحالها. منا اسا نحن البشاميل معهم بمرة واحدة. اسا نحن بنغليهم. بنحركهم مضبوط. نحن بنحط لهم شوية زعتر. عندنا هون مربان كليته زعتر. شوية زعتر. يعني أنا هيدا عم أعملها أنا وياكم على الطريقة الإيطالية العربية الألمانية. شايف خلصني هون. بس نحن هون بندوقهم كيف طعمه. يعني كل واحد فيه يعطيهم النكهة والطعمة اللي بده إياها. واو طعمة نكهة كتير 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 جميل. بعد شوية حليب صاروا خالصين. عندنا نحن هدول هيدا المكون صار كليته متمسك مع بعض. بس نحن منجيب هيدا نحط هيدا هون نبلش فيها على بركة الله. ندهنها بشوية زيت زيتون. نحن هسه الفرن حميناه. بنجيب هسه هدول نحن ورق اللاسانيا المكرونة ورق المكرونة نحطهم هون فيها جوا. واحد نحطانيهم هيك ونحط فوقهم هدول هيدا اللي نحنا عملناه بنحطه هون. يعني أكلة كتير كتير جميلة وسريعة. لصانية على الطريقة البسيطة ما بدها كتير وقت. بس نحنا بنحط فوقهم هون جبنة اللي بدنا إياها. بعدين بنحط فوقهم كمان هدول. هدول كمان فوق. هيك بتبلشوا فيها قد ما بدكم تحطوا كم طابق انتو بدكم تعملوه. فيكن تعملوا فيها قد ما بدكم. فيكن تعلوها تحطوا فيها. كمان هون نحنا حطوا الجبنة. بعدين نحط كمان هون مكون لفوق بعد. تاني هون كلهم شايفين صار كلهم هون. حط بعد فوق الجبنة. بس نحن بنفوتها على الفرن درجة 160 جراد حوالي نص ساعة ل حوالي 30 دقيقة ل 45 دقيقة. شايفين صارت هي هيك. بس نحن نفوتها على الفرن. هون صارت بالفرن جوا حتى لي تستوي.
افتح شوي الفرن فرجيكم عليها من جوا منظر الجميل. صارت خالصة، شوفوا هالمنظر هيدا الجميل كيف صارت هيدا بعدها عما هنيها من الفرن. شوفوا هالمنظر هيدا، هيدي هي اللصانية على الطريقة السهلة والسريعة. نحن وفينا وعدنا للمشاهد المحبوب عنا، اعملوا مثل هيدي الأكلة كتير 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 طيبة. بارك الله بكم، الله معكم ومع السلامة، باي باي. ما تنسوا اللايك بهيدا الفيديو، ما تنسوا المشاركة حتى نضلنا نعطيكم الوصفات الجميلة لكم. جمال 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 هيدي الأكلة، نحن منحبها كتير. فيكن تاكلوا معها سلطة، فيكن تعملوا معها صوصة طماطم، هاللي بدكن اياه فيكن تاكلوا معها. بارك الله بكم، الله معكم، مع السلامة، باي باي. شوفوا هالمنظر الجميل، بعدها كتير سخنة، قصيناها قطعناها هيك، شوفوا هيدي هي منظرها، ما أجمل من جوا.